وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد واكلتنا اللي كلها ان شاء الله على قد ايدينا. النهارده اليوم اللي يعتبر الارديحي اللي بنعمل فيه احنا هيبقى عندنا يوم كده كذا يوم في الاسبوع مش يوم واحد. على الاقل يعني هنخليهم يومين على الاقل يبقى يومين ثلاثه بكتير زي بعض. ما فهمش الحوم خالص يعني نحاول نعمل كده يعني. بس يعني حتى لو استخدمنا الحوم تبقى كميه بسيطه جدا لا تذكر. معلقتين. ماشي؟ فهنعمل النهارده دلوقتي هنعمل طاجن فول بالبيض، طاجن محبش كده بالبيض مش العادي بتاعنا، يعني هضيف له ايه؟ هضيف له بصل وهضيف له ثوم وهضيف له فلفل وهضيف له طماطم وهضيف له فلفل حامي، هخليه محبش زي ما بيقولوا عليه كده. فايه المكونات اللي انا هستعملها النهارده؟ ده عندي فول مدمس. انا مدمسه فول هاخد منه قد الحبه طبعا حسب ما انت عايزه او الناس اللي هتاكل. عندي بيض خمس ست بيضات برده حسب عدد افراد الاسره. بس انا اقول لك المكونات وانت اعملي المقادير اللي انت عايزاها. عندي بصل، ثوم، فلفل رومي، طماطم، فلفل حامي. اوكي؟ هناخد الاول البصل مقطع كده خلاص جاهز، ابدا بس ايه اقطع الحاجات الباقيه دي كمان، هتقطعيها تقطعات ايه؟ صغيره. عشان ده بيتاكل بالايه؟ بالعيش. ماشي؟ فنقطع عليه عشان اجهز كده كالحاجة تبقى معايا مقطعة جاهزة. نقطع فلفل صغنن. ماشي؟ ناخد قرن فلفل واحد كفاية على مثلا ايه؟ انا هعمل حوالي كوبايتين فول. حوالي يعني. طبعا الفول ما بيتعيرش. بس انا بقولك ايه؟ ما يعادل يعني ما تحطيش فلفل كتير قوي يعني ما يبقاش طعمه طاغي كده على الحاجه، لا في المتوسط، لا هو قليل قوي ما تحسيش بيه ولا هو كتير قوي. انا بحط حاجه مفيده جوه الطاجن يعني دلوقتي هاكل النهارده مثلا الارديحي، انا مش هاكل لحوم ولا اكل اي حاجه، انا باكل حاجات والله وحاجات صحيه جدا على فكره. الحاجات النباتيه دي بتحس ان المعده مرتاحه ما بتبقاش عامله مجهود عشان تهضم اللحوم. وعندنا بروتينات، عندنا الفول ده بروتين، فده برضو ايه زي ما كده ايه يقول لك في الدايت كلي بروتين كتير. البروتين مش لازم يبقى لحمه يعني، لا في مثلا عندك فاصوليا بيضة، في عندك الفول، في عندك حاجات كتير دي كلها بروتينات. الزبادي تمام، يعني ناس كتير بتبقى عندها الدايت ما تيجي تعمل دايت ده مكلف جدا بالنسبه لها عشان بيبداوا ان هم يحطوا حاجات الغاليه ويحطوا لحوم ويحطوا حاجات كتير كده غاليه جدا في الموضوع. لا انا ممكن اعوض، مش لازم اكل لحمه، مش لازم اكل فراخ قوي يعني، لا ممكن اكل فول، ممكن اكل طبق فاصوليا بيضة ده برده حلو جدا مع شويه رز ده جميل جدا. ماشي؟ كده سيبش من ورا فتفوت. نحط الفلفل. فلفل الحامي طبعا ده اختياري يا يا لا. ماشي؟ فناخد منه حته صغيره بس كفايه كده. اخدت كده حوالي ايه ربع قرن. ناخد طماطم اتنين بقى حبتين طماطم. كده بس خليها حتت كبيرة شوية كده. ماشي كده ادي كده الطماطم. اجهز كل حاجه لوحدها كده، الفلفل الطماطم عشان كل حاجه هتنزل على مراحل. اسخن بس الطاسه. اخد الثوم هاخد هنا حوالي 3 فصوص من الثوم او 4 على حبه بصل كويسين، حبه بصل كتير.
دول اربع فصوص من الثوم كويسين كده، نفرمهم برضو. الثوم ده هيتحط ايه بعد البصل على طول، لازم انزل البصل الاول شويه وبعدين اروح ايه منزله الثوم. طبعا الثوم بيبدا يفضى دلوقتي في عندكم في البيت صح، بيبدا يفضى كده ومش عارفين ايه الحل، يا ترى ايه؟ في ناس كتير بيروحوا ايه بس طبعا عندهم وقت بقى يبداوا ان هم يقشروه ويفرموا ويحطوه في الفريزر، ده اللي عنده وقت. طبعا ده ايه طريقه حلوه برضو عشان تبقي انجزتي حاجه وبقاش عندك الايه. نقطعه حلقات كده، ها مش مفروم النهارده كل الخضار باين. طيب اللي ما عندوش وقت بقى يقشر بيروح ايه التوم فاضي منه غصب عنه، حصلت معايا كتير برضو الحكايه دي، ان التوم يروح في ايه يفضى من غير ما احس بقى، يعني ما بقاش عندي وقت بعد اقشر بقى التوم وافرم واحطه في الفريزر، خلاص بقى ممكن حتى انسى ويسهى عليا ان انا الحبه اللي فاضيين انا بفرم حبه واخلي حبه ماشي، فاروح ناسيه ويبقى الاقي التوم فاضي. طب اعمل ايه؟ اللي التوم عنده قرب يفضى يروح عامل ايه؟ يروح جاي حطه في كيس يقطعه من الشراشيب، بيفضل بس راس التوم بس ويحطها في كيس يحطها في الثلاجه كده ان شاء الله مش هتفضى معاكم. بس يعني انا لغايه حتى اما تفضي تقعدي تفضي تبقي ايه تفصفصيه بقى وايه وتفرميه، فممكن دلوقتي بس قطعيه روس كده شيليه من العنقود بتاعه في كيس في درج الثلاجه مش هيفضى منك خالص ان شاء الله. ادي كده البصل دي يعني انقاذ، شويه ملح، حبه تسيبيه كده سيبيه، حبه تقعدي مش هيحصل له اي حاجه في الثلاجه، حبه تقعدي بعد شويه تشيليه من القشر بتاعه وتفرميه اللي يعجبك. بصوا بقى ادبل بقى شويه برضو، انا عايزه البصل يبان، انا بقول لكم الخضار كله النهارده باين معايا، انا عايزاه ايه يبان شويه. هجيب بوله النهارده مش هعمل البيض عيون، لا انا النهارده هضرب البيض وانزله كله على الفول ايه مع بعضه كده، احنا عملناها كذا مره قبل كده، حتى احنا بنعمل الحاجه برضو نغير فيها، مش كل شويه هعمل بيض عيون فوق الفول وخلاص، لا نغير فيه برضو التغيير ده، شو مع انه بيض بالفول وهنا بيض بالفول بس بتختلف الطعم بيختلف. انا هنا ايه حط خمس بيضات كويسين، ادي كده خمس بيضات ماشي. هنشوف بس حب الكمون، طبعا الفول بيحب الكمون جدا، اهو دبل شويه هروح منزله عليه ايه التوم، جزء التوم ده بقى كده بقلب. انا عايزه ازود الزيت شويه لان ايه الفول بيحب الزيت برضو، يعني لازم يبقى معقوله الكميه معقوله اللي فيه، لا هي كتير قوي ولا هي قليله قوي، يبقى طعمه مش حلو خالص لو ما فيهوش زيت خالص او زيت قليل جدا فيه طعمه مش بيبقى ظريف، خصوصا كمان في بيض كمان فلا لازم نحط شويه زيت. عشان بس ريحه الثوم كده ابدا انزل ايه الفلفل، استنى عليها ثواني اجيب الكمون، الكمون انزل بقى الفلفل اول ما اشم ريحه الثوم احس ان هي خلاص يعني سخنت كده، انزل فلفل حامي مع فلفل رومي واقلبها. الحاجات الصغيره اللي بعملها لكم دي هي دي اللي بتخلي الاكل طعم، تخليه طعمه حلو، مش اقلب كله على بعضه وخلاص
واجي اقول ايه ده انا اكلي طعمه وحش او انا ماليش نفس في الاكل. لا، النفس في الاكل هي التكات الصغيره اللي بنعملها دي، الصبر بس على الحاجه اللي احنا بنعملها، نعملها مظبوط، نمشي خطوات ورا بعضها وما نقلبش كله على بعضه، هتلاقي الموضوع فرق معاك كتير جدا. بمزاج يعني، حاجه بتعمل بمزاج شويه كده. ادبل بس شويه الفلفل كده عشان ايه يطرى معايا حبه، لاني عارفه لو انت جايبه الفلفل الرومي البلدي لا على طول بيطرى معاكي مش مشكله، انما الفلفل بقى اللي هو الرومي، الفلفل الرومي الصوب ده بيبقى سميك فبيحتاج بقى فتره شويه على ما يطرى معانا. معقول كده؟ نزل الطماطم. وبعد كده تقليبه. عايزه اظبط لها ملح وفلفل بقى. شويه فلفل اسود. الملح بتاع اي ملح قد ما هتحطي الفول. شويه كمون كمون حاضر. وانزل بقى على الخلطه دي الفول بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى الفول مش هرساه، الفول كده زي ما هو كده زي بتدمسيه بالظبط. يتهرس منك شويه مش مشكله، ما تهرسش كده حلو، بس يعني مش عايزاه اللي هو الميه خالص ده اللي احنا زي ما يكون مفروم، لا. ماشي، ادي البيض، ادي الشوكه بس اضربه. دول 5 بيضات او 6 زي ما تحبوا. وهروح منزلاه على الفول واروح مقلبه ده كله بالتحبيشه اللي عملتها دي كلها. هشيله من على النار، هنزله في الطاجن عشان يمسك نفسه وهو في الطاجن بقى. لو سبته على النار كتير هتلاقيه فتر على طول منك البيض، لا هشيله من على النار واقلب واصبه كده واروح مدخلها الفرن. البيض يستوي بقى ايه في الفرن بس كده. وكده بقى دلوقتي انا ايه هطلع في فاصل وشويه فلفل اسود بس على الوش كده عشان البيض، وادخلها الفرن. تمام، طب دلوقتي انا هطلع ادخلها الفرن واطلع في فاصل، ونرجع بعد فاصل نكمل وصفاتنا. وفاصل ونواصل. على قد الايد. ويا رجاله من فاصل عملنا الفول، ناقص ايه؟ مين حافظ؟ طعميه. بس الطعميه النهارده هنعملها بشكل جديد، هنعملها بالحمص، طعميه شامي. بس طعميه في الاخر، هي طعميه يعني برضه، بس برضه مفيده جدا لان الحمص اساسا مغذي جدا جدا ومليان بروتين. فهنعمل بيه النهارده طعميه بسيطه جدا وسهله، بس اهم حاجه ان انا انقع الحمص قبليها بيوم في ميه، مش ينفعش مسلوق خالص. زي بنقع الفول المدشوش بنقع الحمص، بجيب الحمص من بالليل قبلها بيوم واروح احطه في ميه كتير وسايباه فيطلع تاني يوم بالشكل ده. تمام، يبقى عندي حمص منقوع. حمص اوعى حد يجيبه النهارده ويقول لي هسلقه كده كده هيطرى، هيملى الزيت بقى وهيتفشكل منكم خالص. لازم الحمص منقوع. فعندي حمص منقوع، بصلايه متوسطه، ثوم، شويه بقدونس، كزبره ناشفه، كمون، معلقه صغيره بيكنج باودر، دي على حوالي 2 كوباية من العجينه بتاعه الحمص، وشويه شطه لو انت حابه، وشويه ملح بس. مكونات قليله جدا. هو الرئيسي عندنا هنا الايه؟ الحمص المنقوع. لو عايزه تضيف له بيض ممكن عادي، زي ما بنعمل طعميتنا عادي خالص، الطعميه المصري ممكن نحط بيضه او 2 لو انت عايزه، مش عايزه وعايزاها حمص زي ما هي كده مشيها حمص مفيش مشكله.
فانا عندي حمص منقوع، ثوم وبصل، شويه بقدونس، ملح، كمون، كزبره ناشفه، شويه شطه، بس عندنا زياده هنا معلقه صغيره من البيكنج باودر عشان تنفشها معايا. اوكي، هنجيب مطحنه اللي احنا بنطحن بيها دي على طول. لو انت ما عندكيش مطحنه وعايزه تعملي معانا الطعميه دي هيبقى في الخلاط، بس لازم تحطي بيض، لازم يعني على الاقل تحطي 2 بيضه، تحطي مثلا ايه، بس اعملي بقى كميه قليله، كميه قليله لو في الخلاط. يا ريتني جبت الخلاط، كنت عملت شويه برده في الخلاط بالبيض. طب ممكن لو في وقت ممكن اعمل لكم شويه في الخلاط. انا هاخد شويه من دول كده، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمص المنقوع، ممكن نخلي ايه، خلي حبه للخلاط عشان لو في وقت اعملها لكم في الخلاط. الاول نطحنه لوحده منقوع، ماشي، ننزل على الجناب ونضرب تاني. هي بتاخد ضربه حبه عشان ايه، زي ما بنعمل في الطعميه بتاعتنا بالظبط العاديه دي اللي بالفول المدشوش. لازم الفول يكون ايه، بس الحمص بيبقى انشف شويه يعني من الفول. ناخد بس كده ايه شويه بقدونس، مش كتير، ها ما بتبقاش خضرة قوي الطعميه بتاعتهم، فمش هاخد كتير، بلاش العيدان دي. عليها كده احنا ممكن ننزل معاها الخضره دي تساعدها برضو، بقدونس، بصلايه كده ايه متوسطه مش كبيره، ثوم، ممكن ايه 3 فصوص من الثوم كبار كده او 4، ونضرب. بصوا انا هساعدها بشويه ميه صغيرين جدا، بس مش كتير، ماشي، بشويه ميه صغيرين جدا او بيضه زي ما انت عايزه، بس انا عايزه اخلي لكم البيض بقى للخلاط، فعايزين دي نعملها من غير بيض خالص، فهساعدها بشويه ميه. بصوا بس حاضره بالاول برده يعني، خليها تساعد نفسها الاول وبعدين ايه هديها. مفيش 3 معالق من الميه كده، حبه صغيرين جدا، ماشي، يعني ما ادلقش بالشفشق بتاعي هنا فتلاقيها نزلت ميه كتير، وهنزلها كمان يعني نقطه نقطه. دوشه بتاع ده. حلو كده،
ميه كمان. كل شويه ننزل فيها كده. انتوا عارفين احلى مفرمه بتطلعها اللي هي بتاعت الطعميه القديمه دي، اللي هي بتاعت اللحمه زمان دي، احلى مفرمه. نعملها كذا وش كده تبقى حلوه قوي. لسه كل ده؟ لا لسه خشنه، نضرب فيها لغايه ما تنعم معانا كتير جدا، تنعم معانا حلو يعني. كل شويه نمسكها كده ونشوف كده. لا لسه، بص لسه مفتفته، ما تنفعش خالص، لازم تنعم قوي يعني، مش قوي قوي بس تنعم شويه. استنى عليها حبه كمان. قربت اهي ان شاء الله يعني. اضغط على السكينه قوي كده عشان تنزل لها. بص هي هتاخد وقت في الضرب شويه، انا هطلع لكم العجينه اللي عاملاها قبل كده، فعلا خدت وقت معايا شويه في الضرب على ما تنعم، فهوريكم العجينه توصل لايه. هي بتفضلوا بص هي كده اهي قربت شويه، بس هخلص الحلقه وانا عماله اضرب فيها ماشي. فهي بصوا بتبقى بالشكل ده اهي كده تمام. نبدا بقى نحط لها البهارات اللي فيها، بس هي انا حباها كمان ان هي ايه تبقى لسه مضروبه، بتبقى نفشله شويه كده. نشوف فيها ملح، ما فيهاش ملح وفلفل، حط شويه ملح اظبطها بقى، ملح شويه، فلفل اسود شويه، كمون، كزبره ناشفه، البيكنج باودر ده في الاخر برضو خالص، واقلب ده كله كده مع بعضه، والشطه لو عايزاها شطه اوكي، شويه شطه كمان عليها كده. هي بصوا مش بتنعم قوي قوي برضو يعني، بصوا برضو مش نعمانه قوي، بس يعني ايه بتقعد فتره على ما تفضل ان احنا نضرب فيها شويه تمام. ناخد بقى كده، نجيب شوية مية هنا بس عشان ايديا ايه تبقى الطعمية بيعمل. بس متكتبيش نفسها قوي علشان ما تبقاش ايه طالعة مكتومة يعني، اعملي كده وخليكي على الطاير، ما تبططيش ايديكي قوي فيها. شوية كزبرة ناشفة كده، مفيهاش سمسم دي بقى، دي طعمية حمص. والله عايز احط لها حطيها، هتقول لا يعني احنا من.
بس هي على فكره طعميتهم اصلا مكتومه يعني. شوية كزبرة كده شكلها قرص كده كزبرة. حاضر. دي طعمية الحمص مفيدة جدا. طلع بس دي كده عشان ايه. طلعها على البقدونس. هي بتستوي على طول بس استنى عليها ثواني كده طبعا ما تقلبيش على طول. تمام بس كده. طيب انا كده هكمل اهي بصوا. هكمل بقيه المقدار بالشكل ده وخلاص على كده. ادي كده طعميه الحمص وهجيب الخلاط واعمل لك الطعميه الثانيه بعد الفاصل. وفاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل. جبت لكم الخلاط وجبت لكم البيض عشان نكمل الطعميه بقى اللي في الخلاط. ماشي احنا كده عملناها من غير الايه؟ من غير البيض. اهي بس السخنه قوي لسه مكمله دلوقتي عايزه واحده بارده شويه. ماشي بقى بالشكل ده. بتاعت البيض بقى بتنفش اكتر ما بتبقى شبه العجه شويه. فانا هاخد وبعدين ايه ما الخلاط بنستعمل كميه قليله يعني. بص حاجه كده ادي كبشه اثنين ثلاثه. ماشي شويه بصل فصين توم شويه بقدونس بعد اذنكم كده شويه طعميه انتم. نقطعهم كده عليها اثنين بيضه او ثلاثه حسب ما تاخد معاكي بقى وتجري الخلاط. ماشي عشان كده بقى دي بقى سهله خالص اهي ونضربها في الخلاط. انا السائل بتاعي هنا هو البيض بدل شويه ميه اللي زودتهم هناك هنا بزود بيض. خلاص كمل كده. بتنعم هنا في الخلاط احسن كمان من مفرمه عشان طبعا هنا السكات الخلاط دي بتنعم قوي بتعملها زي شبه العصير كده. بس هنا لازم لازم يبقى فيه بيض لازم. ماشي ما ينفعش اقول زود ميه فيها هتصيص منك وتفرش فلازم يبقى فيه بيض عشان يلم معاكي. اتاكد بس ان مفيش ايه مفيش فيها حبوب مفيش فيها حاجه ناشفه. اه كلها كويسه كده. ابدا بقى احط لها كل المكونات. كزبره الناشفه كمون شويه شطه نص معلقه بقى صغيره من البيكنج باودر عشان ده اللي هينفش معايا برده مع البيض يعني بس برده حطيه شويه ملح وفلفل او كفايه ملح بس فلفل عشان البيض برضو ملح وفلفل. ماشي واضرب ده كله مع بعضه تاني كده تبلتها خلاص.
الزيت. بس خلصت كده الطعميه. نيجي بقى، انا بسخن بس الزيت شويه، نجرب كده واحده نشوف الاخبار ايه. بالمعلقه بقى، دي مش تتقرص بالايد. مش عايز الزيت حامي قوي، الزيت يكون سخن بس، علشان ايه؟ لو الزيت حامي قوي اول ما انزل المعلقه هتلاقيها فرشت في الطاسه كلها. انما كده لا، وهي سخنه كده شويه بس، وهي مع سخونيه بقى الزيت بتبدا تحمرها وتسويها. عارفين جت عليكم اكتر من الثانيه. الثانيه دي الاصل اللي هي من غير بيض، ودي بقى بتاعت انا. مش الطعميه الشامي، طعميه الشرشابي. كل واحد وطعميته بقى. لما طبعا طلع كل حاجه فيها، الخلاط ده بيبلع، غلس جدا مش هسيبها. بس كده تمام. والزيت بقى بيكمل سخونيه، تبدا ان هي ايه تستوي. اقلب اللي بقاله كتير حطاه. يبقى دي طعمية حمص من غير بيض، دي طعمية حمص بالبيض. ماشي، خليها بقى تستوي حلوه قوي براحتها. الزيت هنا مش سخنه قوي، فبراحتها لما تحمر. تمام. طيب على ما تستوي طبعا هفضل مراقباها. الحمد لله. الحمد لله رحمكم الله. تمام. طيب هنيجي بقى هنا ونبدا ايه نعمل عجينه او قرص. القرص دي انا هعملها بايه؟ القرص دي انا هعملها باللحمه المعصجه، يعني حاجه كده تنفع غدا، تنفع المدرسه، تنفع مش عايزه اطبخ النهارده، هي حلوه قوي كده طول النهار ياكلوا فيها، يعني ايه لطيف ان شاء الله. يعني اشيل بس الكركبه دي كده واجي لكم. خليكم انتوا هنا اما نطلع بقيه الطعميه. بسم الله. تمام. هنيجي هنا. القرص دي عباره عن ايه؟ كوبايتين دقيق، ربع كوبايه سمنه، رشه سكر، رشه ملح، جبنه موتزاريلا، لحمه معصجه جاهزه، بيضه واحده، هناخد بيضه واحده كده، معلقه زبادي كبيره، ومعلقه خميره صغيره. تمام. ادي كده الايه القراص اللي هعملها. عجينه، هعمل عجينه واحط لها معلقه زبادي عشان تبقى طريه كده وحلوه. وبعدين عندي لحمه معصجه في الفريزر. او انت عصجتي اللحمه، طبعا احنا عارفين تعصيج اللحمه ازاي. بصلايا بنقطعها ونقطعها صغير قوي او نبشرها ونسوحها شويه في معلقتين زيت ولا معلقه زيت، وبعدين ننزل عليها اللحمه المفرومه. حابه تزود لها فلفل زود لها، عايزاها لحمه معصجه زياده زي ما انا عاملاها كده خلاص. تمام كده. طيب جهز بس طبق كمان لهنا. الوصفه طلعت على غفله دي، لخمتنا معلش، بس ايه ان شاء الله ربنا كريم.
خليها تحمر شوية كمان. نجيب بقى بولة عشان نعجن العجينة. وانا مين معايا المخرج النهاردة؟ عشان انزله انا مش لازم عجان. عشان ايوه بقى انت كده الصح، انت جيت معايا الموقف الصح. عشان انزل لك انا مش بصطدم العجان. وعد الجمايل بقى. عشان هو ما بيحبش يصطدم العجان عشان الحاجات متداريه جوه البوله ستانلس، هو مش شايف منها حاجه ومتعصب قوي مني كل شويه كفايه عجين كفايه عجين. فخلاص البوله اهي ازاز وشفافه وهنعجن على قدنا وكل حاجه. تحت امرك يا فندم. الله يخليك. خلاص اهي. تمام حلوه كده جميله ان شاء الله. نقفل بقى البوتاجاز عشان ننتبه لعجينتنا. والفول شغال الله ينور. طبعا بسوى البيض، هو كده كده كل حاجه مستويه في الطاجن، بس فاضل له الايه؟ ان البيض يستوي. بيبان طبعا انه مسك نفسه كده مع الفول وخلص اهو. اشيل الشبكه. خليك شاطرين بقى. ايوه كده. نيجي بقى هنا نعمل العجينه اللي هي ايه؟ كوبايتين الدقيق. طب عايزه بقى اوريكم بقى كويس يعني برضو والله. بص كل حاجه لها فوائد يعني. الفايده ان انا ما استعملش العجان، طبعا مش كل الناس عندها عجان. فايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنسخن طاسه عشان ايه؟ طبعا انا بحط في العجان السمنه على طول وتفضل انها تتضرب مع ايه؟ الدقيق من غير ما اسيحها. ولو انا عملت كده هنا برضو هتتضرب بس هاخد معايا وقت. نشوف مع بعض الاسهل بقى، الاسهل حاجه علشان ايه؟ ما العجينه تخمر بسرعه وتبقى سهله معاكي ما تضايقكيش. انا طبعا هعجن بميه او بلبن، لان يعني لا انت هتستخدميه استخدمتي ميه او لبن، الناس هتستخدم ميه، انت استخدمتي لبن برضو تعملي نفس اللي بعمله ده. هنحط شويه اللي انا هعجن بيهم بس طبعا على الاقل، ولما احب ازود ابقى ازود. اسخن شويه الميه شويه صغيرين. حط عليهم السمنه اللي هستخدمها، انا حاطه هنا ربع كوبايه من السمنه. يبقى ادي الميه والسمنه اللي هستخدمها. تسيح بس مش هخليها تغلي ولا حاجه. انا حاطه كده هنا بتاع نص كوبايه من الميه، ماشي؟ حاطه ايه؟ نص كوبايه من الميه، ربع كوبايه من السمنه. ادفيهم على النار. ده بقى بالحركه دي ايه؟ بتخلي العجينه سهله في ايديك انك تعجنيها بسهوله وكمان تخمر بسرعه جدا. ماشي ان شاء الله يعني. انما انا لو جبت العجينه كده وحطيت فيها السمنه زي ما هي هفضل اعجن بقى كتير وبرده مش هتديني القوام اللي هي تخش جوه العجين بسهوله، غير لازم اسيحها. طب ده وانا كده كده هسيحها هوسخ طاسه، لا انا اكمل بقى المشروع بتاعي اللي انا بعمله دوت. اتخن كمان الميه ادفيها شويه وايه واحط عليها الخميره. من طبعا مش هتغلي، خلي بالكوا لو الميه سخنه قوي ونزلت عليها الخميره، الخميره هتموت، مش هتعمل ايه؟ هتبوظ ومش مش هتنفش لي خالص في الدقيق. افرضوا ده حصل، افرضوا يعني رب صدفة كده حصل ان انا استعملت الخميرة وبص كده لقيت العجينة زي ما هي فطسانة وما خمرتش، ده معناها ايه؟ زي ما انا قلت كده، يا اما موتي الخميرة اللي انت حطيتيها على حاجة سخنة قوي، يا اما الخميرة بايظة انت اشتريتيها منتهية الصلاحية. طب انا ارمي بقى العجين كده؟ لا ما ترميش العجين، روح اشتري خميره تانية بس تاكدي ان هي مده صلاحيتها كويسه، وحطي عليها شويه سكر وشويه ميه دافيه دافيه مش سخنه، ولو لقيتيها فارت كده حطيها على العجين وابداي اعجنيه من تاني، ولو عايز شويه دقيق حطي له، بس مش هنرمي العجينه. اهو بصوا كده الميه كانت هتغلي اهي، شيلها من على النار. اهم حاجه اتاكد ان الايه؟ ان السمنه ساحت. ماشي؟ هضيف لها شويه ميه كمان اتاكد ان هي مش بتغلي.
ايديا بتستحملها؟ اه بتستحملها. يبقى هضيف ايه؟ يعني دافيه، زودت لها ميه ساقعه تاني، نص كوبايه كمان، يعني حطيت نص كوبايه الاول مع ربع كوبايه السمنه، سخنوا على النار، شلتها زودتها ربع كوبايه ميه تاني عشان تبقى ايه؟ علشان تبقى دافيه، ما تموتيش العجين. ممكن نقطه كمان. اضيف الزبادي كمان هنا، كل المواد السايله بقى هضيفها في الطاسه هنا. وكمان السكر، معلقه السكر والخميره. بس طبعا اتاكد ان الايه الطاسه بارده، يعني العجين الميه دافيه دافيه، لا هي بارده ولا هي سخنه خالص. السخونيه بتموت العجين، الخميره، السخونيه بتموت الخميره. تمام كده، ادي كده كل ده داب في بعضه بالشكل ده. بس اجيب بقى هنا كوبايتين الدقيق واروح حاطه عليهم الخلطه دي. مفيش الخلطه اللي انا عملتها طلعت زياده، انا هرمي منها؟ لا مش هرمي، ممكن ازود الدقيق عادي خالص كده، واروح حاطه كل ده هنا كده وابدا اعجن. مستعجل معايا بسرعه ازاي بقى؟ عجنت على طول، راحت عجنه اهي. لا كده طريه معايا، انا هزودها دقيق، ده اللي انا بقول عليه بقى. ما زادش، زاد شويه عادي، ازود شويه دقيق الم بيهم بس العجين كده. اوكي طيب حاضر. وبعدين بعد ما لميت العجينه كده اروح ايه سايباها بقى تخمر، وبعدين هوريكي بعد الفاصل بقى هنعمل فيها ايه. وفاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل. بصوا بقى ايه، انا قطعت ايه العجينه الخمرانه بشكل، تقطع كده تعمل قرص كبيره شويه، يعني مش دي مش القرص الصغنونه قوي، لا حلوه كبيره كده. انا عاملاها بحيث ان هي تبقى غدا او تنفع لمدرسه او تنفع لشغل اي حاجه. طيب انا عندي لحمه معصجه ماشي، وعندي الايه جبنه موتزاريلا. طب ما عنديش جبنه موتزاريلا، بيضه، يبقى يا اما حشيت لحمه معصجه وجبنه، يا اما حشيت لحمه معصجه وبيضه. نعمل الاثنين برضو. اوكي طيب البيضه اهي كده، هزودها اللحمه معصجه. كتير دي بقى عشان ايه؟ تمسك لي اللحمه مع بعضها في القرص لما الاولاد ياخدوها او تاخديها الشغل، ما ايه ما تبقاش مفتفته، يعني ما تمسك القرصه كده ما يقعش منها اللحمه، لا تبقى ماسكه جوه العجين. ماشي علينا على النار شويه اهي كده، دي كده البيضه خلاص مسكتها. اوكي فنبدا نعمل كده، هنحشي مثلا اللحمه معصجه نفردها في ايدينا كده. عليها جبنه. وراح قافله عليها كده. دي بقى سندوتش بقى او رغيف او زي ما تسمونا، عاملاها كبيره ازاي؟ دي كبيره قد الكفه اهي. بس لما حلو قوي من هنا وراح منزلها في الصينيه كده واضغط عليها. سيبها شويه وبعدين افردها. طيب عايزه احط من اللحمه الثانيه، اعمل اتنين كده واتنين كده. اهي تاني ناخد بس الجبنه الاول عشان ما وصلش الجبنه تاني. معلقه كده ايه؟ جبنه على معلقه من اللحمه، وابدا ان انا المها كده، اقفلها خالص ما اخليش فيها مسام، احاول اسويها كده بالراحه كده من قطر كده كده. ماشي اروح احطها كده. اجي هنا عايزه احط الايه اللحمه ام بيض بقى، ما عنديش جبنه موتزاريلا، خلاص بدلها البيض، بدايه وايه واروح احطها فيها.
وألم. في كله كده. بص العجين ده بيلزق في بعضه على طول اهو كده، نروح حطها كده وشويه وافردها. يلا كمان دي باللحم المبيض برضو. ابدا ان لازم ايه اضغط كده على العجينه، ما تخليهاش فواصل، بس تفتح من ناحيه عشان هي لو لمست اللحمه الحروف دي او الزيت بتاع اللحمه بتلاقيها ايه بتسيب بعضها. لا انا ابدا الم في العجينه برضو كده كده اهي كده، هتلاقيها لمت معاكي. لا تقلقي، لا يأس مع الحياه ولا حياه مع اليأس. مش كده نضغط عليها شويه كده نعملها قرص، ما تضغيش قوي يعني، بس بالراحه كده. بس واسيبها تريح شويه صغيرين ومدخلها الفرن كده. خلصت الايه القراص بتاعتي. طبعا تعملي الكميه اللي انت عايزاها. تمام، الكوبايتين الدقيق بيطلعوا حوالي ايه 8 مش 4 بس عشان اخده منهم فاصل. لا والله. طيب انا هعمل لكم كيكه بسكوت بسرعه 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 بعد الفاصل. بعد الفاصل الفاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل. بس دي القرص المعموله قبل الحلقه ماشي، والتانيين لسه في الفرن. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض تورته بالبسكوت، حاجه سهله كده وسريعه. انا عندي بسكوت، اجيب بسكوت حد عايز يعمل عيد ميلاد بقى لجوزه لاولاده لاي حد في منتهى السهوله، ومش هعمل كيكه ولا هستنى ان انا اسوي كيكه وتاني يوم ازوقها، لا النهارده نعملها على طول كده. عندي هنا بسكوت ساده ماشي، هجيب كيلو من اللبن، 4 كوبايات من اللبن او 3 كوبايات من اللبن، ممكن ننزلها كمان شويه، نص كوبايه من الدقيق، نص كوبايه من الزبده، نص كوبايه من السكر. يبقى هنا ايه هجيب كميه من البسكوت، نص كوبايه دقيق، نص كوبايه سكر، نص كوبايه زبده، كوبايه شوكولاته مبشوره، جوز هند، نص كوبايه كاكاو، فانيليا. نعمل ايه؟ عارفين البشاميل؟ شبهه. اروح واخده كده نص كوبايه الزبده ونص كوبايه الدقيق، واجي اسخنهم على النار. عايزه اعمل بس هنا حركه، لازم اعمل ايه؟ لازم ادوب الكاكاو. الكاكاو ده احطه كده وهديله شويه لبن او ميه، بس لبن بقى عشان دي تورتايه كمان ايه كفايه ان احنا عاملينها ببسكوت. شويه لبن كده اللي هنزله ايه من اللي هنزله على البشاميل بتاعي ده بتاع التورتايه ادوبهم فيها. عشان هو بس عشان كده ايه انا بعمله الاول ان هو بياخد وقت شويه. يلم بقى كده يدوب في اللبن. كله على البارد كده هيدوب معاكي بسهوله، لو نزل النار هتلاقيه على طول كلكع، فعشان كده انا بدوبه على الايه؟ بدوبه على البارد. حابه تصفيه بعد كده لو شكيتي مثلا ان في اي حاجه مكلكعه ممكن تصفيه. كده بضغط عليه كده عشان ايه يدوب.
ماشي، دوبت كده كاكاو، ابدا بقى اعمل بشاميل. اسخن بس دي كده، وهنزل الزبده، نص كوبايه زبده، هي التورته لازم زبده، ما ينفعش ايه سمنه، لا لازم زبده. نص كوبايه من الدقيق عليها على طول كده، ما اديهاش فرصه ان هي تغمق، واسوي الدقيق، اسويه كويس في الزبده. يعني ايه اسويه؟ يعني اخليه كده يغلي مع الزبده شويه كده. كده لازم برضه احط له البشاميل اللي انا هكمله دوت، هكمله بالكاكاو والسكر. ماشي، صوص بقى مش بشاميل، بس انا بقرب لك المسافات يعني ازاي انا اوصلك تخيلك يوصل لايه. سوي الدقيق كده اهو، بصوا كده بيغلي معاه كويس كده. هنزل شويه لبن عليها، بردين برضو، بس استنى عليها شويه كده، خليها ايه لونها يدي شويه. كده الدقيق ايه بيستوي عشان ما احسش بطعم الدقيق خالص، كده كده هخليه يغلي بس باكد عليه برضو. كوبايتين مثلا من اللبن او كوبايه ونص كده، عشان كده كده لسه هنزل عليه كاكاو وابدا ادوب فيه الدقيق. بص على طول طالما اللبن ساقع او بارد على طول ان شاء الله مش بيكلكع معاكي، وتلاقي فك على طول. لو حطيتي اللبن دافي او سخن تلاقي على طول ايه بيكلكع معاكي. ونزليهم كلهم مره واحده. انزل بقى ايه الكاكاو ده اللي انا دوبته في اللبن، هما كلهم في الاخر حوالي 3 كوبايات. ماشي، خليها تغلي بقى، حط السكر، نص سكر، نص كوباية سكر، واخليها بقى لغايه ما تغلي، وبعدين هنزل لها الشوكولاته اللي مبشوره في الاخر. يبقى هقول عملتها ازاي دي. نص كوبايه من الزبده سيحتها، نزلت على نص كوبايه من الدقيق، قلبتهم مع بعض، سويت فيهم الدقيق، وبعدين نزلت كوبايه حوالي كوبايه ونص من اللبن، ورحت باردين، ومره واحده كنت مدوبه تاني في كوبايه ونص تانيين من اللبن، حاطه فيهم نص كوبايه من الكاكاو دوبتها فيها، وبعدين رحت منزلاهم كلهم على بعض كده وهخليها تغلي. يبقى نص كوبايه نص كوبايه زبده، نص كوبايه دقيق، 3 كوبايات من اللبن، نص كوبايه من الكاكاو، ونص كوبايه الكاكاو دوبتها الاول في شويه لبن باردين. تمام، هيغلي اهو. استنى شويه، ده لازم تبقى ايدك فيه على طول عشان ما شيطش من تحت لغايه ما يغلي. اهو بيبقبق، يعني معناها انه ايه بيغلي. خلاص غلي كده معانا، طلع بقبيق، اروح شايلها كده وحاطه كوبايه شوكولاته مبشوره. كل ده بيخلي القوام عندي ايه يغلظ، يبقى غليظ علشان يشل التورتايه، وادوب على طول في السخونيه بتاعتها كده. اتاكد بس ان الشوكولاته كلها ايه ساحت كويس، ان كل ما نقلب كل ما تنعم في الايه في الصوص اللي انا عاملاه ده. نيجي بقى هنا، اروح حاطه كده بسكوت،
من غير ما نبل ولا حاجه. انا عندي الصلصه الصوص بتاعي ده هو اللي ايه اللي هيبلها. هو سخن كده على طول. مكسر مكسر بقى في النص مش مشكلة، كده كده مش هيبان. ماشي، دي بقت كلها شوكولاتة، ممكن تحطي كده كمان طبقتين كده كمان. تمام، طبعا في التلاجة بقى ايه حوالي 4 ساعات على الاقل. ماشي، ممكن بقى نروح عاملين ايه زي موقفين بسكوت كده بقى عشان تعملي حرف للتورتية بتاعتك. بعد ما نزلت كام واحدة كده انا هحط حرف عشان يسند بس، يعني حطيت الاول 2 من حاجة تشلي الحرف، بعد ما اقعد اعذب نفسي واقعد ارص وبعد كده يقع مني. لا طب انا ليه انا احط كده انزل كده ايه حاجتين واروح يعني طبقتين واروح رص. كده في اسهل من كده بقى تورتايه؟ اسهل لنا حاجه. ماشي، واروح منزله بقى الكميه دي بقى كده. باقي كله نضيف بس الشوكولاته دي ونحط بقى ايه، ممكن نحط بقى مكسرات، نحط سوداني، نحط جوز هند، نحط ايه اي حاجه تفضليها بقى هنا. إيه ممكن الشيكابون بتاع الاطفال الصغير ده ملون، ممكن الفورمايسيل، ممكن ايه تاني، قطع شوكولاته ممكن عليها تاني، قطع بسكوت ممكن نختم. ماشي، ممكن نحط مثلا كده جوز هند كده. الشوكولاته برضه بتحب جوز الهند جدا. بدل الكريمه اهو، يلا حطيت لك حاجه بيضه. ممكن بقى لو حطيتي فورمايسيل برضه حلو قوي ملون، حطيتي بسكوتات تانيه، مفيش بسكوت عندنا تاني، تحطيها كده بالجنب برضو هنا شكلها حلو جدا. حط في التلاجة وتقطع وتقدم، بس طبعا بتبقى في التلاجة كل البسكوت ده هيشرب بقى ايه من الصوص ده. بس كده وكده خلصت حلقتنا النهاردة. اه بص عايزة اوريكم دي صح بقى اهي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا ده ممكن في وقت لا والله مش هفتحها. حاضر ثواني بس اطلع دي. اوكي اوكي عشان دي بس استمرت قوي القرص. اوكي بص دي انا عاملاها في صينيه مدوره، دي تقدميها زي ما هي كده وتفتحيها وتقطعي منها على طول. دي بقى لا انا عاملاها حاطه لها ورقه زبده وحطاها في الايه في الفريزر. ماشي، عشان دي انا ممكن افتحها.
ممكن كده بقى، واروح قصه كل الورقه دي وتبقى معاكي تورتايه بالشكل ده. مش مقص اهو. تقدميها بقى على طبق تورته، وحط لها حواليها مثلا جوز هند تاني، حط لها اي حاجه بقى كده حواليها. ممكن سوداني تكسريه وتحطيها برضو الشوكولاته بتحب سوداني جدا، تكسري سوداني وتروحي حطها كده ايه على الجناب وخلاص على كده. سهله سهله جدا جدا، ولا فيها اي حاجه. حابه تعمل عندك صينيه هتفتحيها تعمليها كده، النهارده يوم البدائل عايزه تعمليها في صينيه بايركس زي ما انت عايزه بس كده. وكده خلص حياتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم، واشوفكم على خير الحلقه الجايه. الى اللقاء.